الانتاج، الاندفاع على بركة الله لجياد وفراس عمر ال4 سنوات فأكثر، والتي أجمعت تنافس الشوط الخامس مسافة ال2000 متر على كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة ومبلغ 80,000 ريال بمشاركة 12 راس. أبو هلا الديدحانة جالود مروع ولي سباح حضر حيان زهرة الربيع مثل العسل وجمول، والتقدم لجالود مع الخيال صباح الشمر في المركز الأول لجالود في المركز الأول، ومحاولات من قبل رحيان في المركز الثاني، حاولات والتقدم، وأشاهد لحق من قبل رحيان المركز الثاني مع تقدم جالود، ومحاولات من قبل ولي في المركز الثالث. أيضا هناك في تنافس على المراكز الأخرى وتحدي بين أبو هلا والديدحانة ومروع، والتقدم لجالود مع اللحاق من قبل ولي في المركز الثاني وتأخر لرحيان في المركز الثالث. يأتي الآن سبع في المركز الثالث الآن للحاق بولي صاحب المركز الثاني، فيما جالود يحتفظ بالصدارة في المركز الأول مع اقتراب جياد وفراس للإنتاج من علامة 800 متر في تقدم الجواد جالود والملاحقة من قبل ولي، وتقدم الآن الجواد سبع للمركز الثاني واللحاق بالمتصدر مع محاولات مروعة أيضا للحاق أيضا بسبع الذي يأخذ الصدارة مع المنعطف الأخير الآن، والتقدم وتأخر لجالود مع محاولات من قبل مروع وأيضا محاولات من حاضن مع المنعطف الأخير الخط المستقيم. وكأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة سبع في المركز الأول، محاولات مثل العسل الذي وضع كمفاجأة لهذا الشوط. هل يفاجئ سبع الذي يتقدم الآن مثل العسل اللحاق بسبع صاحب الصدارة والمركز الأول؟ سبع مثل العسل، سبع مثل العسل، ومحاولات من بقية الجهات. سبع يحتفظ بالصدارة، سبع يحتفظ بالصدارة والمركز الأول وكأس المهرجان الوطني للتراث.